اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا بقميص نوم حريمي بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه، وكمان بطريقه شيك قوي قوي بمنتهى البساطه نقدر نعمله بطريقه سهله. بصوا انا بصراحه ما فيش اي حاجه، كان هو كبير معمول مقاس كبير زي ما انت شايفه كده، فكان لازم ان انا احطه على مريكان عشان خاطر تشوفيه او تشوفي الفكره بتاعته جت ازاي. تمام كده، دلوقتي هنعمل بنفس الشكل ده القميص. بصوا عامل ازاي من ورا، بصي عامل ازاي من ورا. هو دلوقتي عشان هو واسع انا مدياله الوسع ده، مش كده انا مدياله الوسع ده عشان انت بعد كده الوسع ده هتشتغليه هيبقى بالظبط كشكشه، هيبقى فيه هنا كشكشه كتير قوي بالاستك. الكشكشه دي هتعمليها ان انت هتركبي هنا استك وتتني وهتركبي استك. تمام، الاستك ده هتعمليه ليه؟ عشان خاطر يمسك في الظهر ويقفش من الظهر ويجي من عند الامام، يجي من عند الامام كده كده. لما انت هتكوني ظابطه الظهر هيبقى يظبط الامام في التكسيمه بتاعته كمان. فلما انا كنت مجسمه في الامام كان شكله كده، كان شكله الاولاني، اما دلوقتي بقى شكله كده. تمام، لايك جميل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ويلا بينا عشان نعمل احلى قميص نوم حريمي بطريقه سهله قوي وبسيطه، وكمان هيبقى بالروب بتاعه بطريقه اسهل واسهل. السلام عليكم، ورجعنا تاني مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بقى بالقميص. طيب اجزاء بقى القميص النوم ايه؟ اولا في بطرون وفي اجزاء. طيب ليه بطرون؟ اه ليه بطرون وفي اجزاء. طيب ايه اجزائه وايه بطرونه؟ البطرون اللي هو الكب، البطرون بتاعه الاساسي اللي انت المفروض تاخديه كده. الورقه دي لو انا حطيتها على القماش وعملت لي مرتين منها يبقى انا كده عملت الكب بتاعه من قدام. طيب ده ينفع لانهي مقاس؟ لاي مقاس. تمام، لان زي ما شفنا هو ممكن يبقى يتجسم، ده الكب ده بينفع لاي مقاس. اما بالنسبه بقى للمقاس اللي يبقى كماله البنطلون من تحت، لا يبقى او كماله القميص من تحت، يبقى ده ساعتها بتاخدي حسب ما انت حابه. ممكن تدي وسع جامد جدا للقميص، ممكن تخليه ضيق على حسب ما انت حابه. تمام، طيب وده برضو عندنا اجزاء الحمالات، الاجزاء التانية الحمالات، وعندنا برضو الكشكشة. والكشكشة اللي احنا بنحطها دي انا حطها بلون مختلف عن الورق ده. ليه؟ لان الكشكشة دي بتبقى عبارة عن كلفة بتتحط عند الصدر هنا كده بنفس الشكل ده كده، وبتضميهم على بعض كده بيبقى ايه محطوطة بنفس الطريقة دي. وبعدين بنجيب الحمالات دي ونعلقها من الناحية التانية. طيب يلا بينا ناخد بقى البطرون بطريقة سهلة اوي اوي بسيطة، وهناخده كمان مع القص وكمان مع ال مع القص واللزق كمان. طيب انتوا مقصرين جدا من اللايكات والتعليقات، فيا ريت لايكات كتير وتعليقات اكتر عشان اقدر اوصل لكم كل جديد. ومعلش طبعا انا كمان برضه مقصره، ان شاء الله هحاول على طول انزل. انا مش عايزه غير الورقه دي بس، دي خليها للباقي الجزء الثاني. تمام كده، بصوا ثانيه واحده احاول ان انا اجيبها اطراف واظبطها كده. تمام تمام كده. طيب انا بقى عايزه الكب اللي يمشي مع المقاس اللي انا هقوله ده، مقاس كبير فهيمشي مع اي مقاس حريمي عادي جدا جدا. تمام، هيمشي مع اي مقاس حريمي. طيب ايه المقاس اللي انا هقوله ده؟ طول الكب من اوله كده لحد 18 سنتي. الطول بتاعه اهو، الطول المستطيل اللي احنا عايزين مستطيل. الطول المستطيل كام؟ 18 سنتي. فانا هخليها 18 سنتي او 19 عشان خاطر اللزق. تمام، وبعدين هوصل هنا. عايزه المستطيل ده يبقى عرضه، عرض المستطيل بتاعي عايزاه يبقى بالظبط 24، عايزه عرضه 24. فهو كده انا قسمت المستطيل نصين. تمام كده، طيب عرضه قلنا 24 وطوله 18. تمام كده، يعني العرض بتاعه ده 24 اهو اخر حاجه اهو كده، وعرضه طوله 18. تمام، نقص بقى المستطيل بتاعنا وبعدين نشتغل مع الباقي. نجيبه كده، وطبعا اللي احنا هنفتحه لان مش عايزاه مقفول بصراحه، عايزاه مفتوح. تمام كده، انت هتمسكي القماشه بتاعتك وتعمليها بنفس الشكل ده. ماشي تمام. طيب دلوقتي انا هو عملت بنفس الشكل، بفتح بس الجزئيه دي عشان لما اجي اوريكم ازاي هنظبط الكب بتاعنا. كده انا فتحت الجزئيه اهو. تمام، بنيجي بقى عند، بنيجي بالنسبه، بندخل بقى من اي اتجاه من الاتجاهات بتاعتنا، ده او ده يمين او شمال،
بندخل 10 سنتي عشان نعمل حردة الابط، لان حردة الابط متبقاش حردة كاملة، بتبقى حردة، بتبقى نص حردة، نص حردة الابط. تمام، فانا هعمل كده حردة الابط بسرعة على ورقة واحدة، وبعدين ايه هقص على الورقة التانية. طيب بالنسبة للاتجاه التاني هندخل برضو هنا زي ما انتي حابة، بقى 6 سنتي 5 سنتي على حبة، زي ما انتي حابة مسافة الكبة قد ايه. فانا هعملها بس 7 سنتي، 7 سنتي اهي. تعالي على الورقة التانية 7 سنتي، وبعدين هقوم بعمل كده خط، خط كده على طول 7، مش بشرط، مش عايزاه اي مقاس، تمام. عايزة تخليه مفتوح كده، تمام. تمام كده، انا هخليه مفتوح كده عشان يبقى كبه باين. هنظبط بقى الاتنين دول كده على بعض. انا كل الشغل ده اكنك بتشتغلي على القماش، لان انا كده بحاول ان انا اكني بشتغل على القماش. تمام كده، كده كده انا عملت الكب بتاعي كده، انا عملته. طيب هنا في عندي وسع، الوسع ده بعمل بنسة صغيرة، وانا بشتغل على المكنة بنسة صغيرة كده، انا اديتها المقاس البنسة. طب بعملها ليه؟ عشان تخلي عب الصدر ده يبقى كده طالع، تمام، بنفس الشكل ده، والناحية التانية نفس الشكل ده بنسة، هي بنسة. بصي كده بتعمليها بنسة بسرعة صغيرة كده، من غير حتى ما تقيسي طولها، بس تقيسي مسافتها قد ايه عشان تظبطي نفس البنسة الناحية التانية بنفس المقاس. تمام كده، وتبقى بنفس الشكل ده. كده انا خلصت الجزء الاولاني. طيب بالنسبة لجزء الجيبة بعمل ايه بقى، او جزء باقي الباترون من تحت بنعمل ايه؟ بنجيب الباترون بتاعنا اهو كده، تمام كده، وبنركب عليه الجزئية دي كده وجزئية دي كده. طيب انا بقى مش عايزاه يبقى بنفس المنظر ده، انا عايزاه يبقى جاي لي زي جبل. يعني ايه زي جبل؟ اوريك دلوقتي، هي واحدة. بصي انا عايزاه لما يركب، ما يركب يعني يركب كده، يعني احنا نجيب الجهة دي احسن، لما يركب هيركب كده، تمام. فانا عايزاه يبقى كده، فانا هعمل نفس الخط ده، هقلل كده نفس المسافة بتاعتها، تمام كده، نفس المسافة بتاعتها. حابة تعملي الحكاية دي، حابة مش حابة خلاص لزقيها على طول او خياطي على طول في التصميم بتاعك، ومش مهم ان انت تعمليها، تمام. طب ليه هو اصلا كده؟ عشان خاطر احمل ان ال اعمل ان القب بتاعه ساقط جواه، فاهماني؟ تمام كده، فهيبقى كده المسافه دي عاليه، والمسافه دي نزلت تحت، المسافه اللي قصادها الناحيه الثانيه هتنزل تحت برضو، وهيبقى بنفس الشكل ده، هيتقربوا من بعض شويه كده، تمام كده اهو بنفس الشكل ده. كل ده انا بعمل لك الباترون بتاع القميص، تمام كده يا جماعه، تمام. طيب ايه بقى هنا الباترون بتاعه؟ ده الباترون ده انا لو حطيته بالنسبة لأي مقاس حريمي هحطه كده، هيطلع لي نفس شكل البطرون، وبالنسبة كمان برضو للجيب، تمام. طيب نلزقهم بسرعة في بعض قوي قوي، ونشوف هيبقوا عاملين ازاي. هنيجي عند الخط ده كده ونلزق، ومننساش برضو البنسة بتاعتنا اللي احنا المفروض نعملها، تمام كده. يا ريت بس لايكات كتير 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 عشان تشجعونا ونستمر في الاحسن واحسن باذن الله. طبعا منوريني كل الناس اللي دخلت في القناه جديده، والله منوريني جدا، وشرف ليا انكم تبقوا عندي اصلا، ومبسوطه جدا ان القناه بتكبر بيكم انتوا والجروب برده، تمام. وهنجيب برده هنا نفس الجزئيه الثانيه دي، وهنعمل لها تسقيطه كده من تحت. انا كده سقطت الحلقات بتاعتي، فده اللي انا عايزاه. يبقى انا كده عارفه لما اجي اظبطه هتشوفوا دلوقتي هيبقى عامل ازاي، هتفرق طبعا
عن اللي انا كنت معلقاه كتير، لان انا كنت عاملاها بتعلقاه كنت سايباه زي ما هو كده عشان اوريكي النوع، وهو اللي هحط لك انت شفتي اول واحد. اما التاني ده لا، انا التاني ظبطه مخليه مظبوط ايه بالنسبه كقميص يعني كقميص تفكير فكره القميص. اما التاني كانت داخله فكره الفستان شويه فيها كده. بصي كده تمام كده انا عملته زي داير ما يدور. طيب بالنسبه للفتحات دي نجيب بقى الاجزاء بتاعتنا او الكلفه بتاعتنا بنحطها، انا هحطها من فوق لتحت بس وخلاص، وتتحط كده وخلاص، انا هحطها كده خلاص اهي تمام كده. بالنسبه برضو هنا تمام كده تمام. طيب وبالنسبه برضو للجزئيه الثانيه نوصلها برضو من فوق، مش شرط تحت وفوق، هي فوق بس. كده تمام. بصوا ايه برضو عامله البنسه بتاعتها تمام كده. برضو الجزء الثاني بقى اللي هو الحماله، طبعا الحماله دي هنركبها مع الظهر، والظهر طبعا زي ما قلت لك بتعمل بطريقتين، اول طريقه بالاستك، تاني طريقه ان انت تقسميه على جسمك بالظبط ويبقى مظبوط على جسمك ومش محتاجه لي استك، بس اللي منتشر اكتر الاساتك بنفس الشكل ده تمام. وبصوا في برضه فكره تانية، قميص تانية ثانيه واحده اوريها لكم، دي فكره قميص تانية، قميص خالص يعني نوعيه تانية خالص. بصوا عامل ازاي الحماله بتاعته جايه ازاي، برضه معمول هو لكرا جل النوع اللي بينزل على طول في الجسم ده تمام، فاللي هو بالتالي خد ود ده، فانا مش محتاجت ان انا اركب له استك خالص، محتاجتش ان انا اركب له استك خالص. وهنا معموله في يونك عليه جدا اهي تمام اهو نفس الشكل. وده بادج اشتروه، البادج ده بيشتروه من اي مكان. وبالنسبه صح للكلفه اللي ممكن تركبيها عند صدر القميص ممكن تشتري حاجه زي كده، انا دي جايباها عامله معايا المتر ب 6 جنيه تمام، عشان هنا غاليه، لما انت لو نزلتي في العتبه هتلاقيها ارخص من كده بكتير طبعا. هو ده، والبادج طبعا برضو يعني رخيص في الاماكن وغالي في اماكن تانية، بس هو كده كده بيبقى سهل قوي قوي، وهوريكي برضو طباعته بتبقى ازاي، هي بالمكوى كل طباعة البادج ده يعني كل الطباعة بتاعته بالمكوى تمام. دي فكرة قميص، ده فكرة قميص حردة مش جاي كب خالص، عبارة عن بطرونة اساسي اشتغلته عملته ايه ومحرود حرداله، اما هنا في الاتجاه بتاعي ده انا مش حرداله تمام، ده محرود حردة كاملة تمام كده. يا رب يكون الفكره عجبتكم سهله بسيطه، وان شاء الله كمان هعمل الروب في حلقه تانية، لان الحلقه دي طبعا اولا مش هتكفي وهتطول عليكم قوي قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لايكات كتير وتعليقات اكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.